طيب لو انا بتكلم ايضا في الملف ده، وربما نروح كمان منه لملف مهم، ملف العقارات. موقف العقارات دلوقتي في مصر ايه؟ هل في ظل الازمه اللي احنا بنتكلم عليها، هل في اقبال، في ارتفاع اسعار اكتر، ولا في ركود؟ في اقبال متزايد بشكل كبير جدا جدا وواضح جدا، بشكل كبير جدا وواضح جدا وغير قابل يعني للمناقشه لانه حقيقي. ليه؟ لان زي ما انت عارف المصريين بيبقوا شايفين دايما انه العقار هو اكتر حاجه بتحافظ على قيمه الجنيه، اكتر حاجه بتمتص اي تغيرات، سواء تغيرات في العمله او تغيرات في الانفليشن والتضخم او اي تغيرات بتحصل. العقار اثبت على مدار العشرين سنه انه دايما ممتص لهذه المشكلات، بالعكس بيحقق ربحيه عليها. فالناس بتذهب بشكل كبير جدا للصرف في العقار في الفتره السنه الاخيره، والحقيقه طبعا الزياده ايضا بتاعت اشتراكات البناء عاليه جدا. الا انه النظام التقسيط اللي بيتم على 7 و8 سنين وبيثبت السعر بيخلي دايما اللي بيشيل عبء التغيرات والريسك هو المطور، واللي بيحصل على الميزه واللي بيحصل على المكسب الحقيقي هو مشتري الوحده. فبالتالي انا باكد لك ان السوق حصل فيه طفره كبيره جدا في الطلب على عقارات في اخر السنه. النهارده يعني حط فلوسك اشتري بيه بيت او اشتري أكيد. شقه اشتري اكيد اكيد 100%. وانت هتلاقي، وانا كنت عملت كده يعني مقارنه بين التغير الكبير جدا والاستثنائي اللي حصل في الدولار وبين التغير اللي حصل في سعر العقار نفسه، ولقيت انه برغم كل الديفالويشن اللي حصلت الا ان العقار كان اعلى بما يتجاوز 150% عن فرق سعر العمله. من تجارب حقيقيه وعقود رسميه، يعني عملنا دراسه في وسط السوق العقاري قايمه على امثله حقيقيه. يعني فلوسك هنا بتشتري مش هتخسر. لا بالعكس، هتكسب اكتر من العمله. اكتر من العمله. ده ايوه، بقول لك عملنا دراسه فعليه عن 5 سنوات من 18 ل 23 عن التغير الحقيقي اللي حصل برغم كل الظروف. بقى بتتكلم عن كورونا وعن حرب روسيا اوكرانيا وعن حرب غزه وعن كل المعطيات غزه وكله كل الـ يعني الحاجات الكتيره الثانيه اللي حصلت اللي اثرت بشكل كبير قوي على سعر العمله، الا ان العقار ما زال يتجاوزها في التغير الايجابي. استاذ النائب طارق شكري، بشكرك شكرا جزيلا. عضو مجلس النواب، وكيل لجنه الاسكان في مجلس